رحمك الله يا سرق، رحمك الله يا سرق. سرق واي ولا ليال. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سرق ولا ليال وننشن اه او احاديث تاسي اي تلمامي ساني دي كوار رمي دونو انو كمي داها تدكي اسلامي حلق رسولك عليه الصلاة والسلام دين تسلام كقاتل. وحا الإمام البيهقي ودلائل النبوة كسورية أن رواية عجيبة وكور رميسا إن تابعي ونكسنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله ومدحدي دولة دموين تكتر سنة إساق أومان معلمها كميدا مرا يمل سحراء أرول سحراء يوحو أركي أبيسو أبيسو هو مسكة تفاديدنا وضادي بكليحيي عيدنا دوش وكساري وآسي تتنوح ومقلي سبحان الله هاتف أيو مقلي هاتف واحد لو قلت إذا عطب مقلي يعني وحباء أسان قدي عطك أصوله رحمك الله يا سرق، رحمك الله يا سرق. سرق والله أكون حريصه تتنوح لعمر بن عبد العزيز إله منك قدري هذا هو موقدنا إسوك هاي موش هذا تايكو عام موقنا إسوك هاي شيء وحاته سبحان الله نك بوحوري أني جا إيه سرق وحانو أهين تضبع دينين رواية كل واحد شيء كسر سجالين تضبع أما سجال كينين إني بيجا بيع هذا الله جلي صلى الله عليه وسلم أو أه جنية سبحان الله مريت شن كروح لي هاي تعداد مسلمين هدوك سلوك أولي بقى نبي جن الله كل ما يدين تكقاته صلى الله عليه وسلم أب وحويري نكا سرق ما أنت عاد عاصي مركا أبي صدي با وح وها جن لأنه وحوي جن كويس تشكيل بقعة حيوانات كي وحوي سب الدلة أي وحويري سبحان الله نبي جا يدعي عليه الصلاة والسلام أن سرق وح كل من يسارون سحراء وحك عاصي دونا خير أمتي يعني أمتي إذا كأو خير كبدن مالنتا يعني أمتي النبي محمد نين كأو خير كبدن لما مالنتا نول أياكو آسي دونا تبدأ عمر بن عبد العزيز يقول يا الله وإله إبنك قداري أسمعت هذا من رسول الله رسولك إلهي ماذا سيداك مقلي وكذا قيستي تترنين كي أما هاتف كي ومقلبا يا الله إله إبنك قدارته وانك مقلي رسولك أوله ننك أخير كبدن لأياك آسي دونا سرقو مركا سرق سيدا حديث كاسي تلمامي يوحو كمدها تدكي أميشنكي قبائل كي غير مصيدين لو يقاني النبي عليه الصلاة والسلام دين تكاقاتي قاركود قرآن كي لهيك الشيغي وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن كوحد إلهي وكسول لحي النبي محمد قرآن كدقيستي قولوا وحي إليه أنه استمع نفر من الجن كوح كمده شنك أي النبي القرآن كدقي ستي ساسا لو وحي رسولك عليه الصلاة والسلام وحين أمد إسلامك قاطبة علماء دو أي سخوا فقين كل قد النبي محمد الله صدري كنية إنسي لبطبع إنسي قاية شنك بالنبي قدو ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم شنكنا وحي مسلم يقال بوليه وأنا من المسلمون مسلمين بليهن وحكلوا لي المؤمنين وحكلوا ليهن كوحد قد بيالة ها وكواس حد قد بياشة أهي قالت أهبا سيد بني آدم كفرقوين كأيكو حها إيا مذاهب كأيو ليهن بوليهن وكواحا تري كن شيعية كن رافضية كن خارجية كن مارت يهودية كن مارت سبحان الله كريستانة كن مارك نعوذ بالله إسونا أه بوريش يهندو دمان عقيدة دائية مذاهب تأي ليهن بني آدمكو كوالا مدى أيي چنكونا ليهن چنكا تبسي دي سبادتكو مركا مغلان عبسيبا أيا قشو وبقى يا قفك وحان إذي كوار رمي يا والاليان أصحاب رسولك صلوات الله والسلام عليه قار كم إذا أو چنكا لكولمي إيو بالسيدة إنوغو مانتا وغور ورنامو عبسنو أينو إغنو باليوغو سيدي يلي ترين ميكا بقان ترين ميكا عبسان ترين مسهبين كي مبيسي حان ترين بهدي چين مغلان حديث كان بانكو بلابيا وكو الرمي صحابي قيل به تري أبي بن كعب رضي الله عنه
حديث كنا وحكي لا في سنن الترمذي وانا حديث صحيح شيخ الباني صحيحين. أبي بن كعب إلى هرع لها كهذا ويلكيسي عبد الله بن كعب يا كورمي حديثك وحول لأبهي وحول لها ويل وتمرتك وقرصه تمر بيجي تري شرتي تبى لنا وحول أركي تمرتي وناقصة يرانس ما لنا ما أنت كده بوحبا عني والعياذ بالله ويرانس تأتنا هبين كده بع أيو أكور جاي أو وحول قاربو كقتي ووردي هبين كده بوسو كذي مرخصوح أركي حيوان داب داب وحيوان وأج غلام محتلم ويل قال يرى أهو إيمك قان قاري وأج تبدأ نمرك أركي بوكولي أجني أميس ورمجن بات أميسينس مرخصوح لجني باناهي مرخصوح ناولني يدك وربليدي بقعنت هذا تبدأ نقع أنتي سيبودي بي رخصوح أركي قع أنتي سوو أج مارتي قع أنت أيجا يقول له مارته شعر كلب وقرت أي جناله مركزوا له هكذا خلق الجن شن كمساس الله وبروة من صورد دو حويا صورد أي تبديدنا منك شن كهبا وحوري والله شن كوي قانان منك وحو قوين لنا أنا واحد بل كورا سبحان الله منك وحو قوين لشن كأيو أبي بن كعب لك المي رضي الله عنه تبديدنا وحو كوري محان نوكا كياني تتروحوري وحان اوغادي انا تهين صدقة جعل مركا وحان ربينا صدقة باس انا وحكا حدو اوان قات مركا سوحو داوبي ابن كعب رضي الله عنه محان نغاكين حجاب او نغاكين الالية تتروحوري آية الكرسي آية الكرسي دا الله لا اله الا هو الحي القيوم آية داسا شنكو اوردن مارتي اريس ان حديث كالي او يسونا طبراني سوريي والرجاله ثقات رجل سور يرد اللي وكل سون يعني أيه وحكوا الرمي الصحابة اللي ليه ترين أبو سليم الأنصاري أبو سليم الأنصاري صحابة يا صهير أنصاري ذها أيه وح الله بئر بضاعة عيلة هو بضاعة والنبي عن نفقة في صلوات الله وسلام عليه ودعي وبركة سن مركها تمر بو صقري قلب تمرتك وقري مركها سوحو أركي سبحان الله تمرتي او مارتي يراتي او لعوني مركا ارين تاسو اوغا عوضي رسولك عليه الصلاة والسلام نبي وحكول عليه الصلاة والسلام ذلك الغول الغول تاسي وحوي وغول غول كوحو ونوع كميدة جنكة ونوع كميدة شياطين ان مركا وحكول عليه رسولك عليه الصلاة والسلام فإذا سمعت مركا مقشو ان ايكو صويرارتي وحاتي لنا بسم الله حبسني رسول الله بسم الله حبسني رسول الله يدو ساكو ده تبدأنا سيدي بيودي تبدأنا غول كي باهالي چينكي يا شايدان كي باقيلي ووحو كوري نبيغ هاي جين وحان طلال كوكو قاضي انان كو برو وحمارتي نغاكا الالية وانان تبو دبايسو كوكو سونا قرينين اديغا اي حولا هاغا اي مال كاغا تونا iyo sidoo kale xoolaha maareeyay alaabta de maareeyay afta aan laga daboolin shayaadintu habeen oo dhabba way cunaan nabigu uu ka warramay salaatu wasalaam arinta in weel kasta habeenkii marka la seexanay la daboolo hadaa daboolo weydidna inaad waxaan saarto bismillaahi tidhaahdo marka bismillaahi da saar ilaalinays ala kulli hal wuxuu yiri saxaabigi maxaad ii sheegaysaa maxaad baraysaa تروح كل واحد أخرجت آية الكرسي آية الكرسي مركو أخرجت شنكي الله لا إله إلا هو يلي أيوه ماركت بريدة حقه استوى بريدة والناس كبحس ضرب وحبا سوق يا عيا أيوه عرري سبحان الله لا إله إلا الله وهذا يدل تصنيف الشيء الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم مركو الشيطان كأذان كمقلوة محوه عرري استوى النافي تبدي سكبوديس وطرد ساوغا ياعس سبحان الله لا اله الا الله وحكى لو جرى حديث كلام ويسونا مارتي صحيحه وبخاري ومسلم بسوريين وحديثي ابي هريره الى هرى الله كهذا الى لناي تمرتي زكده الى لناي سوغ تمرتي زكده الى لناي هبيكي ايا اودي شيطان طبعا مو قرنين ابو هريره ايا وصو دعي ترى ابو هريره قبتي تيتنا وحو شاكتي او ويدي او ديبان اهي مسكينة او عي مارتان عيال يريرنا له
arurta ka gaajoon iska kay siida oo iska kay siiday oo iska siiday nabigu uga warramay rasuulku wuxuu ku yiri uu soo noqonaya ninkaasi kama tagin wuxuu dhahay abu hurayra hadalkii rasuulku uu yiri awgeed ayaan habeenkii oo dhan soo jeeday waanu soo noqday kii odaygii markaasan mar labaad qabtay sidii oo kale u hadlay yiri oday weyn baan ahay ciyaal yaryarna haysto gaajo ay hayso habeenkana waan siiday buuri haddana rasuulku wuxuu yiri uu kugu soo noqonaya habeenkii saddexaad ayaan qabtay wuxuu yiri waxaan ku yiri caawa wallaahi ku sii dayn maayo waxaan ku geynaya rasuulka ilaahay salawaatullahi wasalaamu caleyh dabadiina wuxuu ku war waxaan ku barayaa cilmi baan ku baray haddaad akhrido aanu shaydaanku kuu soo dhowaanaynin ilaahay xaggiisana ilaahay kaaga soo diraya malag ku ilaaliya waana aayatalkursi aayatulkursigii buu baray saxaabada rasuulkuna ilaahay subxaana watacaala raallaha ka ahday waxay ahaayeen kuwa aad iyo aada ugu dadaala cilmiga oo aan waxna dhaafsan jirin aqoontii cilmiga waanu sii daay odaygii nebiguga ayuu usoo noqday wuxuu dhahay rasuulka ilaahayow odaygii xalina waa soo noqday laakiinse aqoon kale igu soo kordhiyay cilmi kale wuxuu dhahay aayatulkursida akhriso nebigu muxuu yihi calayhi salaatu wasalaam sadaqaka wahuwa kaduub beenaale weeye laakiin run buu kuu sheegay aayatulkursida haddaad akhrisato allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum ilaahay subxaana watacaala malag ku ilaaliya ayuu kuu soo dirayaa shaydaankuna gurigaaga uma soo dhowaanayo waxa kale oo ibnu mascuud saxaabiga la dhihi jiray radi allahu canhu uu ka waramay wuxuu yidhi nin ka mida asxaabta rasuulka salawaatullahi wasalaamu calayh ayaa wuxuu la dagaalamay nin jin ah bal ka waran wuxuu yidhi nin ka mid a asxaabta rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa ka soo horbaxay nin jin ah deetana way dagaalameen markay dagaalameen ayuu wuxuu arkay gacmihiisa gacmo ay leh markaasuu yidhi war maxaad ahayd markaasuu gacmihii ayigu horta arkay deetana wuxuu ku yidhi war heedhe nafta mar yar baateen waxba iska celin karaynin waayo wuu lagday markiiba wuu lagday markaasuu yidhi jinku waxay yaqaanaan inaan ahay ka ugu xooga weyn leh marka ibnu mascuud baa la weydiiyey waa kuma ninkaas ma cumar baa yacni cumar bin khataab radi allahu canhu markaasuu yidhi oo waayo ee kale waa kuma de hadda yaan ka hadlaya marka ninkaas la dagaalamay waxa weeyaan jinka lagday waana ninkii ugu xooga weynaa jinka hadda ufirso lagday ee dhulka dhigay wuxuu ahaa cumar bin khataab radi allahu canhu saxaabigii hore ubay ibnu kacabna muxuu yidhi xadiiskii hore ee imaam tarmidi soo wariyey ubay ibnu kacab markuu gacantiisii arkay muxuu tilmaamay inuu yahay gacanta eyga oo dhogortii eyga oo kale leh dabadeedna wuxuu yidhi waxaan ahay ninka ugu xooga weyn jinka marka calaa kulli xaal isku soo wada duuba axaadiista rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabta rasuulku waxay soo warinayaan inay la kulmi jireen jinka jinkuna de waa makhluuq noolo bini aadamkuu la kulmi karaa adigaagaa jooga la kulmi kara laakiinse muhiimaddu waxa weeye waan muuqaalkan usoo duubaynaan uga waramaynaa dadka waxaa ku jirta bac ayaa maaragtay indhaha iyo afkaba ka dabooshay oo markay kelmadda jin iyo shaydaan maqlaan cabsi bay dareemayaan way murugoonayaan si bay welwelayaan waxaad mooddaa in balaayo ay guryahooda soo wada gelayso waxa way jinku waa makhluuq alla abuuray sida uu innaga inooga baqo ayaa ka daran sida ay bani aadamku uga cabsoodaan way jinku wuu inaga cabsadaa isaga laftigiisa wuu inaga baqaa laanna waxa weeye gebigiisaba waxaa ku filan bisinka bismillaahi nebiguna wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam sitru maa bayna acyuni aljinni wa cawraati bani aadam an taqula bismillah xijaabka idiin dhexeeya cawraadka bani aadamka iyo indhaha jinku waa bismillaahi inaad dhahdo mar allaale markaad bismillaahi dhahdo jinku wuu indhabeelaa saa awadeed dad markaad suuliga gelaysa maxaad tidhahdaa bismillaah allahuma inii acuudu bika min alkhubti waalkhabaa'ith bismillaah baad leedahay khalaas wuu indhabeela wax allaale wuxuu arkaya ma jirto ilaahow shayaadiintaas nin iyo naagtooda xun ee khabiiska ee khabiisada ah baan kaa magan galay khalaas waa u dhammaatay bismillaahi baad ku bilaabaysa guriga markaad gelaysa markaad ka baxaysa mar walba bismillaahi shay kastoo la bilaabayo bismillaahi cuntada markaad cunaysa bismillaahi wahaakada habeenkii markaad seexanaysid bismillaah alladii bismillaah ayaad leedahay wadactu jambi wahaakada ducooyinkao dhan badankoodu waxay ku bilaabmayaan maxay bismillaah waa si aad shayaadiinta isaga fogeysa isaga ilaaliso intaasuu ku filan yahay shaydaanku awood ma leh tamar ma leh kii ugu xooga weynaa asxaabta rasuulka ayaa la dagaalamay oo lagday kuwii ugu xooga weynaa waxay noqdeen wax basiida oo fudud oo khafiifa oo tamar yar oon waxba ahayn waxaa ku filan oo ka adag qowlka ilaahay ee bismillaahi
هي آية الكرسي وآية دوغوين سورة دا أما كتاب القرآن كأورده كل جود آية دوغوين آية الكرسي آية دانا هلقو تدالو شيطان كان يان مردن بلغ عبسنين إساقا ينغا بقا وانو يسوي نغا بقا ينغا عرارا لكن إنك وين أنان كعبسنين لأنو حنا يسنا هوبكي أن يسكو دفاعيني وأهد ذكري إلهي